هذه مثلا هذه تاخذ له وياه 25 يوم شغل صبح وعصر. ورفت المهنة أنا أجدادي آبائي عائلة يعني يمكن 100 سنة في ذي المهنة. طبعا أشهر أنواع الدلال إحنا عندنا دلة واحدة اللي هي هذه هي القرشية. أصوات مطارق الحديد وهي تدق الصفائح المعدنية، وهج نار اللحام، رائحة النحاس المميزة، وحركة الطرق المتواصل لتشكيله، تلك مشاهد يومية عرفتها أسواق الحدادة والصفافير البحرينية القديمة. هذه الأسواق التي شهدت مراحل تطور حرفة صناعة الدلال والأواني المعدنية، والتي تعد من مستلزمات الحياة اليومية في كل بيت بحريني. تلك الحرفة التي توارثها الأبناء عن الأجداد منذ أيام حضارة دلمن، والتي ازدهرت خلالها عملية استيراد النحاس وصهره وتصفيته من الشوائب وإعادة تصديره، فقد تم العثور على ورش خاصة بصهر النحاس تعود إلى حقب تاريخية تمتد لما قبل الميلاد في موقع قلعة البحرين التاريخي. وحافظت هذه الحرفة على مكانتها وأصالتها بفضل الجهود المبذولة للحفاظ عليها واستمرار الطلب على منتجاتها ذات الجودة العالية، حيث حرص الحرفيون على إتقان حرفتهم وتوريث هذا الإتقان لأبنائهم رغم صعوبة العمل وتعدد متطلباته، إذ يستوجب التعامل مع الحديد والنحاس والفضة في بعض الأحيان الكثير من الصبر والدقة، بالإضافة إلى الإبداع في التصميم والتشكيل، ومن بعدهما التنفيذ المتقن. ياسر يوسف الأنصاري، صانع دلال القهوة في دولة البحرين من محرق. تولعت بالشغلة هذه من يعني تقريبا قبل 40 سنة، هلا أنت ذي 45 سنة، أنا خدت لهنا يمكن 40 سنة في الشغلة هذه. في كان واحد سيد علي الله يرحمه اللي في الصورة هذه، هو اللي كان الوحيد في البحرين يعني، بس مو في المنامة، كان في البحرين هو اللي يسوي دلال. كانوا في مجموعة وايد حتى في المحرق هم عندهم دكاكين، بس ما لحقنا عليهم يعني. فرحت له وقلت له أبي أتعلم، وقال لي ما عليه وش اسمه، لست أتردد عليه يعني، وعلمني الصنعة. اسمي حبيب الصفار. ورفت المهنة أنا أجدادي آبائي عائلة يعني يمكن 100 سنة في ذي المهنة،
والحمد لله يعني مستمرين فيها. يعني أجدادي وكلهم في الصفر، بعدين انقرضت جل معدن جل ألمنيوم هذا والتشينكو، تحولنا إلى تناكة. كنا في الأساس صفافير، نسوي قدور صواني مع العيش. وياكم موسى محمد الصاير، أنا أشتغل في مهنة الدلال والنحاسيات. النحاسيات شامل يعني أسوي منهم، من ضمنهم أسوي هذا الدلال. الدلال أنا حبيت هذه الشغلة. إحنا كنا في البداية طبعاً إحنا صاغة في الصياغة، فأخذت هذه الشغلة من عند أبوي وحتى أخواني، خذت هذه الشغلة اللي هي الصناعة الصياغة طبعاً. حبيت الدلال، تمرست فيها، دربت عليها لين ما وصلت على هذا الشكل اللي نسويه، اللي هي صناعة الدلال البحرينية القريشية. زمن للصفر يسوون قدور مال هريس ومال طباخ، صواني مال عيش أول، وأشياء واجد، دلال مال قهوة. هو شوف الدلال مثلاً بناخذ عموماً كالوطن العربي كامل، كل دولة تشتري بدلة واحدة. هي تاريخها طبعاً في المنامة، بدأت في المنامة هذه الشغلة، تدرجت ياد المحرق بين المحرق والمنامة من 80 سنة تقريباً. وهذه هي هذه شكلها، هذه القرشية طبعاً في الخليج فيه كامل القرشية الدلال، من ضمنها عندك في الخليج السعودية تشتري بدلال وايد، القصر دلة القصر من أغلى الدلال يعني، بس مو باللي يسوونها الحين، كانت قبل. عندك دلة جاسم من الإحساء، عندك القرشية الحساوية من أغلى الدلال بعد، النجدية الحساوية البغدادية مزعل الشام الرسلان الحجاز من هناك، بعد منهم دلالهم حايل. إحنا صارت عندنا هذه اللي هي القرشية اللي مثل ما تشوفون هاي القصة، وحتى النقش اللي فيها احنا ما غيرنا، هذه النقش هو نفسه قبل 80 سنة ما تغير يعني، حاولنا قدر المستطاع ان ما نغير شكل من حتى من النقش يعني. مع الزمن يعني صار طلع المعدن، وقمنا نسوي درامات حق العيش شكر، ويعني اشياء شغلات زيال صناديق اشياء واجد، محاقين صعاديات. هاي صعادية اول ما مش الحين دي النايلون اللي طلع دي، هذه اول حق الغاز الماي، يخلونه كذي يرتفع ينزل من هنا. هذه معادن اكثر يستخدمون النحاس الاحمر والنحاس الاصفر والابيض على طلب الزبون شبي، بس اكثر شيء يشتغل على النحاس الأحمر هذا والنحاس الأصفر. الفرق بينهم طبعاً ذلين الاثنين، هذه النحاس الأصفر أصلب من ذي، وفي الشغلة بعد صعب يصير لأنه صار في الصلابة، وهذه طبعاً يصدي أكثر أسرع. الأصفر لا يتم مدش ما يتغير، هاي الفرق بينهم. درام يعني يوم كامل يعني، الصبح نشتغل فيه، العصر بارز درامات، بناقل نسوي بالدرزن، الدرزن تقريبا يوم كامل نخلص. صناديق يعتمد يعني، اذا نسوي درزن 3 ايام 4 ايام يعني اي حجم، واذا 2 3 الصبح المغرب بارزين. نفسنا جينا اوردر يبون العصر نشتغل فيه الصبح العصر يعني على قريب المغرب بارز، 1 2 بارز. الدلة يختلف الوقت حق صناعتها، مثلا في دلة تاخذ هذه مثلا، هذه تاخذ له وياها 25 يوم شغل صبح وعصر، ان كانت اصغر دلة تاخذ له وياها 2 اسبوع هاللون كذي، وزايد قاصر بشكل ما نقول. والعودة بعد تاخذ يمكن في شيء شهر شهر ونص تاخذ، بس نتحسب الوقت لان صبح وعصر شغل، مو بالصبح بس يعني، عباره دبل. فهذه
دلة. انت راس، هذا الراس بروحه بتشتغل عليه بالطرقه بياخذ له 3 ايام بروحه، فهي شغل شاق، بس تبي لها صبر وتبي وسع الصدر. نقعد اول نطالع الوالد شلون يقول شلون، فيقول لنا هاي قصه الدرام مثلا 4.5 فوت، رفعه 3 فلافين كذي، فنعرف هذا يشيل 100 كيلو. قصة الدرام ده فوتين، الرفع 4.5 فوت، نعرف هذا ابو 60 كيلو، فحفظنا المواجع شكل ما تقول. النحاس عندك والفضة حق اللحام، وعندك الشنادر حق التصفير، عدت مثلا الراس بعد خاصة تسوي عليه الراس، دلة عند الشامبر، هذه يسمونها شامبر، لعدة خاصة عندك القاعة لها عدة خاصة مثلا تلمها عليها، هذا هو كل شيء له شيء. المطارق بعد لهم أسامي يسمونها النري، يجي كذي، في بعد يسمونها المربع، هاي حق أشياء ثقيلة. الأدوات طبعا احنا عندنا الأدوات الأشياء الأساسية طبعا ذي المنشار، منشار خاص حق النحاس أو المجمل مع المعادن، المطارق بأنواعها، البلاستيك حتى أشكالهم طبعا، المبرد اللي هو الفايل بعد بأنواعه، في بعد السندال اللي هو حق نطق عليها تعديل النحاس، لف النحاس، والريبال، هذه قهوة الريبال، هذه حق الشامبر، نطرق على الشامبر وتشكيل الدلة. ريبال هذه حق نحن عليه الأشياء مثلا بوادقير، محاقين، نسوي عليه. عندك الرأس مثلا، هذا في المقليمة هذا الطويلة والعمود حق تشكيل الرأس، القاعة نفس الشيء بعد هذا العمود بخشم اللي معتوي يعني على الحركة اللي تلام عليه الدل العروة القاعة، وعندك المطارق مبارد مقياس أنواع وأشكال. استخدم هاي السندال وهذا المسطرة حق نعدل بها الأشياء، سويهم يعني سيدة، المطرقة، هاي السنبج، نستخدم الخريزة دي حق الروبيتات، نسميه سمار، نسمر البناقل، ويعني شغلات البيم نستخدم. تتكون الدلة من القاعة والشامبر، عقب ما نطرق الشامبر ونلحمها أول ونطلع القياطين، هذه يسمونهم قيطان، داخلي حقب، هذه خد، نحط الخد عليها تقوية فوق، عقب ما نحط الخد عليها خلص الدلة برزات، نصفرها من داخل، صر بيضة حق القهوة، والراس تود مسوينا بروح الراس، خلاص تتركب العروة هذه، وهذه العقرب، وهذه الدقمة. أحجامهم طبعا تي بين 12 إنش 16 إنش، وقبل يأخذون يعني هذه الأحجام الستاندر إذا بنقول هو هذا الحجم أكثر شيء اللي يأخذونه، ويك أكبر شوي بين 3 أحجام تقريبا. طبعا النقوش أساسية، إحنا ما في نقشات وايد حق الدلة البحرينية بالذات، هذه النقشة هي هذه أساسية النقشة فيها، وخاصة ذي اللي في البوز، هذه ما غيرنا احنا بالعمله، خلينا انها عباره تراثي. في بعض الديزاينات او النقش غيرنا تغيير بسيط يعني، بس هو ما تغير، هو هذه اللي هو خاصه ذي اللي في البوز واللي هنا ما غيرنا يعني، هو نفسه يعني. الان ما ضبط وايد اشياء عليها، حتى يعني 100 شغله الاوليه اللي هم بدوا فيها يعني، مثلا ما يبون في مال ماكينه مثلا طوروا وحطوا شغلات بس ما عجبت الناس يعني، اللي تعجبهم نفسها هذه الطريقة الأولية اللي أنا مياودها الحين ما زلت. دول الخليج يشترون من عندنا صناديق، يشترون درامات مال ماي حق الماي، وغير وغير يجون يعني السعودية، أهل السعودية يجون يأخذون يعني حصالات درامات، لأن ما عندهم من قرضة. الحين عاد طلع البلاستيك، وده الحين قليل اللي يستخدمون الدهن، دهن الحار،
هذا يتحمل البلاستيك يذوب اذا الدهن حار ما حار، هذه لا يتحمل. طبعا الدوله ما قصرت ضمنها ان فتحوا لنا هذه المركز، مركز الجسره. هذا المركز وفرون لنا كل شيء، الخام، الماتيريال، الادوات اللي احنا نشتغل عليها، كل شيء احنا اللي علينا بس نشتغل نسوي هذه الصانعه. فالحمد لله ذا انا نشتغل عليها شغله من ضمنها حتى ندرب، احنا ندرب اذا يجونا ناس هواة تعلمونا الشغله ندربهم يحترفون عقب. كانوا يجونا سياح من كل محل وخاصه من السعوديه، الامريكان مال الظهران كانوا يجون وايد، وكانوا بعد يجون مثلا ساعه تصير مؤتمرات في البحرين، الاجانب يدورون بهم ما شاء الله، اذا يجون ينبهرون هذه بالشغل، خاصه الاجانب يعني من برا اللي يشوفون الدنيا ولا يشوفون النحاسيات ينبهرون. اقبال الشباب ما شاء الله وايد يجون، خاصه اذا بعضهم الجامعات، بعضهم حتى اللي يشتغلون يجون تشوفون ساعه نحط اعلان احنا هنا تبع مركز الجسره، فيجون وايد احنا ندربهم وحبونا ويحترفون عقب فيها الشغله ذي. تحظى مملكه البحرين بارث تاريخي وحضاري يمتد الى عده قرون، وإلى جانب المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، فإن شعبها يتميز بإتقان العديد من الحرف التقليدية التي تشكلت معها الهوية الأصيلة لأهل البحرين، أهل الكرم وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. إن الحفاظ على التراث الوطني الأصيل والمتمثل في صناعة الدلال وتقديم القهوة العربية يأتي في إطار ما يتمتع به المجتمع البحريني من خصال إكرام الضيف والترحيب بمقدم كل زائر. فأهل البحرين كانوا ولا زالوا يرحبون بضيوفهم ويفتحون لهم القلوب قبل المجالس. وستبقى الأواني المعدنية بشكل عام والدلال بشكل خاص إحدى التحف الفنية البحرينية الخالدة، والتي صنعها الحرفيون بأعلى مستويات الجودة والشغف.